بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، متابعي شاشة قنوات الحياة في كل مكان. أسعد لوجودي مع حضراتكم للتعليق والوصف التفصيلي لواحدة من المباريات الهامة، ديربي وزعامة مدن القناة، الإسماعيلي والمصري، المصري والإسماعيلي، حوار تاريخي مستمر. لما تكون السويس موجودة كمان يبقى طبعا المثلث أضلاعه مكتملة. ولكن ترى ماذا سيحدث في هذا اللقاء، لقاءات الكاس بطبيعة الحال، وخصوصا أن ده ماتش دور الثمانية مؤهل أو ربع النهائي، مؤهل مباشرة إلى نصف النهائي، والفائز من هذا اللقاء يلتقي مع الفائز من لقاء الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس القادم بمشيئة الله. إذن دعوة مجانية للاستمتاع بأجواء من كرة القدم، بأجواء من الحماس، من الإثارة، ولما لا وكحال مباريات الكأس في كل الدنيا يا سادة. بكل تأكيد مباريات الكأس تختلف، بل تختلف تماما عن مباريات الدوري. دعوا الدوري الآن جانبا وشأنه، ولكن كأس مصر هي المسابقة الأقدم، وهي اللي بيتبارى عليها دايما كل فرق الدوري، إضافة إلى الفرق اللي بتتأهل من الأقسام الأخرى. مش غايب عن حضراتكم إن النادي المصري أنهى الدوري في المركز الرابع 55 نقطة، صحيح اتساوى مع سموحة لكن أخدوا بالمواجهات المباشرة، رغم إن النادي المصري هو من سجل أهداف أكثر. إسماعيلي جه في المركز السادس مباشرة طبعا برصيد 53 نقطة، وهو أيضا مركز لا يليق بالدراويش. نعم لا يليق بالدراويش، العراقة والتاريخ والبطولات والإنجازات والنجوم اللي قدمها النادي الإسماعيلي التاريخ الطويل أكيد لا يليق، وما ينفعش طبعا أنه يكون في المركز السادس. أكيد بشكر الثعلب الصغير الكابتن حازم إمام وضيوفه النهاردة، ما شاء الله كوكبة بيزينها طبعا نجومنا الكبار، الكباتن أشرف قاسم، أبو طالب العسى، وحسام غويبة، مدحت عبد الهادي، كوكبة مكتملة من النجوم. والحدث يستحق، لأنه مباراة زي كده أكيد بننتظرها جميعا. في دي أحداد إلى رحمة الله الكابتن خالد عبد العزيز مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، ربنا يرحمه ويتغمده برحمته. حمل لاعب الدراويش لافتة كبيرة، وأيضا لاعب النادي المصري كانوا بيرتادوا تيشيرتات لا تهدموا تاريخ مصر، وإحنا بنقول ما ينفعش نهدم التاريخ. لكن رأيي المباشر في كلمة، حدث خطأ، حدث خطأ وجب الاعتذار، وكانت تنتهي الأزمة مباشرة، لكن التاريخ محفوظ، النجومية محفوظة، الاسم محفوظ. حسام حسن اسم كبير، حقق جميع الألقاب، لعب في كأس العالم، فاز أمم أفريقيا، فاز دوري أبطال مع النادي الأهلي ومع نادي الزمالك، وفاز بالسوبر، عمل كل شيء، كل الأرقام القياسية، هداف مسابقة الدوري أكثر من موسم، كل ده. لكن دايما بنقول ايه، النجوميه برضو مسؤوليه، واعتقد انه كان في درس مستفاد في الموضوع ده، وانتهت الازمه ان شاء الله تنتهي. لكن الاكيد انه مش موجود النهارده، واللي بيدير المباراه طارق سليمان مع وجود الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره، وان شاء الله بكره يخرج الكابتن حسام. عموما سافرت الدولي محمود البنا، نادي المصري احمد عبد الفتاح النهارده لغياب رمزي صالح المصاب، أسامة عزب، محمد أسامة، طارق خطاب، محمد مجدي، عمرو موسى، السيد عبد العال، محمد مسعد، وكابوريا، وسعيد مراد، وأحمد رؤوف في الدراويش، محمد عواد، سعد حسني، إسلام جمال، شريف عبد الفضيل، بهاء مجدي، أحمد جمال، ومحمد فتحي، حسن عبد رب، وأحمد سمير فرج، كينيس إيكتشوكو، وإيمانويل بناهيني، حكم الدولي محمود البنا، مساعد الأول أحمد أبو العلة، وأيمن العقاد، وأحمد الغندور الحكم الرابع. في هذا اللقاء تم تعيين الكابتن والنجم الكبير عبد الرحمن النوس مديرا لقطاع الكره بالنادي الاسماعيلي. اسماعيلي اتعاقد خلاص رسميا مع جون اوتاكا هدافه، والله زمان يا اوتاكا، اوتاكا اول لاعب افريقي وليس عربي يتوج بلقب هداف الدوري 99 2000، لما جاب 19 هدف. تم التعاقد معاه ب 150 الف دولار، جاي من سيفاس سبور تركي، مش غايب عن حضراتكم انه فاز مع مونبلييه الفرنسي بمسابقه الدوري واف اي كاب مع بورتسموث. طبعا راح فين بورتسموث قبل ما يهبط بقى تحصل له مشكله. اسامه عزب القائد،
اضطر مع غياب احمد ايمن منصور ان هو يرميه ناحيه الشمال، لكن مع الاحتفاظ بمحمد اسامه وطارق خطاب ومحمد مجدي يستعيد طارق خطاب بكل تاكيد الدولي الاردني، لاعب نادي الوحدات ولاعب منتخب الاردن، تاني لاعب الشباب السعودي قبل كده. مباراه حلوه، مباراه من نوع ده ننتظرها بشغف، ننتظرها بكل شغف. يا سلام يا مراد، لكن واقف كويس بهاء، بهاء يشيل على طول، طلع بره، شريف عبد الفضيل يعود، ايضا ابن من ابناء الدراويش والناشئ اللي راح للنادي الاهلي وبعد النادي الاهلي والرحله الطويله عاد ادراجه الى النادي الاسماعيلي الى بيته ايضا. تاني مباراه كان اشراكه القماش عشان يديله حساسيه المباريات في ماتش اسوان، يبدا بيه النهارده لغياب طه عادل اللي بيغيب عن هذا اللقاء. شاتهم مع بعض دايما مثيره، عندهم ست لقاءات قبل كده هنستعرضها مع حضراتكم. بدات سنه كام تصوروا حضراتكم؟ 29 30 في الكاس فاز المصري 4-1، وبعدين سنه 31 32 فاز الاسماعيلي في بورسعيد 2-1، 46 47 فاز المصري في بورسعيد 6-1 نتيجه كبيره، و93 94 فاز الدراويش في الاسماعيلي بصاروخ حمزه الجمل 1-0، واخيرا 97 98 تعادل 0-0 السنه اللي فاز فيها ابناء بورسعيد بمسابقه الكاس، وفاز النادي المصري 4-3 بركلات الترجيح. وبعدين اخر لقاء كان 2006 2007 وفاز الاسماعيلي في بورسعيد ايضا 3-1، كان المرحوم ايمن رمضان، وبالمناسبه مفارقه ان هو الهدف الوحيد اللي سجله في تاريخه مش بقميص الاسماعيلي لكن كان بقميص النادي المصري، وسجل الاسماعيلي احمد سمير فرج وعمر جمال وحسني عبد رب. ومن المفارقات ان احمد سمير فرج وحسني موجودين في الملعب، عمر جمال تحول لذئاب الجبل للمقاول. بهاء نرجع للماتش، يبدا على طول محمد فتحي، ما شاء الله مستوى ثابت، وقلت لو الولد ده فضل على المستوى ده من الممكن يبقى حاجه كبيره جدا في الكوره، مستوى كبير جدا بيقدمه. ادي كابوريا ايضا، كابوريا واحد من افضل الاسيست في الدوري السنه دي، وابحث عن اهداف ابناء بورسعيد هتلاقي الغالبيه اسيست كابوريا او محمد مسعد. محمد مجدي شخصيه لعيب برضو احد اكتشافات حسام حسن، اللعيب اللي بنقول عليه التقيل الراسي اللي بيسلم كره صح. سمير فرج يبدا، مشي مشي على الارض، هتوخد ترجع ناشئ النادي الاهلي وبعدين سوشو وبعدين الاسماعيلي وبعدين نادي الزمالك وليرس البلجيكي، وبعدين استقر ايضا في الدراويش. اسلام جمال اخر مبارياته هيودع النهارده الدراويش ويعود لنادي الزمالك من الاعاره وفقا للاتفاق. محمد مسعد ايضا قدم موسم رائع، لاعب المقصه السابق كان هو وكابوريا جم المقصه، يشيل محمد مجدي طويله اماميه، الضغط موجود، اسلام جمال يحاول كابوريا، ترجع تاني اسلام عشان يبدا الهجمه. اسلام حلوه الباصه لكن طويله شويه ما الحقش قائد حسني عبد ربه، ياخد مره تانيه ويمشي يمشي 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 محمد اسامه ويلعبها هناك، حلوه حلوه. سعيد مراد، سعيد مراد هيعدي هيعدي، دخل لجوه، السلام يا ولد. عبد الفضيل يشيل من مره واحده، تسلل موجود يا كينيث، كينيث ادي شريف عبد الفضيل. طبعا شريف عبد الفضيل لما تقول لي اما يبقى فورمه خلاص خلاص مفيش كلام، يقفل ويكون اضافه لديفنس النادي الاسماعيلي بكل تاكيد. مانويل بناهيمي الغاني عامل موسم جيد، كان جاي من العروبه السعودي لكن ادى اداء طيب، مباراه كان ليه كلمه فيها طبعا بكل تاكيد. الحسم على الارض، مصر صعد على حساب التعدين، ركلات ترجيح بصعوبة 4-3، سبحان الله الاثنين تخطوا بصعوبة، وبعدين على الداخلية 2-1 في دور ال 16 ويلسون وسعيد مراد. اسماعيلي بقى الماتشين ركلات ترجيح، على الرجاء 4-2 بعد التعادل 0-0، وعلى الجيش بعد التعادل السلبي أيضا 5-4. يبدأ النادي المصري البداية حماسية وسريعة، أدي الانطلاقة، أدي الانطلاقة عند قلب بورسعيد النابض أسامة عزب زي ما بحب اقول عليه لانه لعيب كبير وادى الاضافه هذا الموسم. وادي لو فات لو فات لو فات طولت يا مسعد، هتروح فين؟ هتروح فين يا مسعد؟ طولت طولت، ولما طول بيها لبره كده او لما خد لبره زي ما بنقول طبعا بعدت وخلاص.
خرجت لبره الملعب لضربه المرمى. اسامه عزب يوقع على موسم رائع رائع بقميص النادي المصري الحقيقه، ولد اعيد اكتشافه. راح لعب نادي الاتحاد وراح الشرطه، كان خده كابتن طلعت وبعدين عاد للنادي المصري زي السمك كده، ما عرفش زي سمك بورسعيد الجميل، عرفش يطلع بره بورسعيد. لمسه اليد موجوده، خلوا الروح عاليه لانه لسه بدري. محمد فتحي مفيش داعي حسني بخبره وبمسؤوليه كبيره دخل يخلص الاشكاليه، خلاص الراجل اداك لمسه اليد. وكابوريا مفيش داعي برضه انه يمسك الكره بعد اللعبه، اتلعبت ترد على طول. معركه الوسط هتكون لمين؟ دايما اقول معركه الوسط هي الاساس، ابحث عنها. وسط القوي هو اللي بيأمن دايما اداء الفريق هجوميا ودفاعيا. طالما وسط بيسلم وبيتحرك لقدام كويس، وطالما بيرتد دفاعيا والادوار الدفاعيه موجوده باستمرار في حاله فقدان الكره. احمد عبد الفتاح الحارس الشاب مسؤوليه كبيره طبعا في غياب الحارس المخضرم، عنده شد في الخلفيه زي ما قال صديقنا مهيب عبد الهادي من قلب الحدث. ياخد محمد مجدي على الارض ليه عمرو موسى، نبدا من بدايه المباراه على الارض. الهات وخد عمرو موسى لف ودار، جاي له محمد اسامه لعبها طويله اماميه في مساحه، لكن عامل العمق كويس قوي. عبد الفضيل يلعبها تخبط شريف وياخد منها تماس. قلت لك لما شريف عبد الفضيل يرجع ويبقى فورمه، هنا اقول لك يبقى اضافه اكيد لديفنس الدراويش، لانه لعيب كبير مخزون الخبرات طبعا، حدث ولا حرج. نادي الاهلي ما كانش محظوظ لان اصاباته كانت كتير. تاني تتلعب اماميه يحاول فيها كانت يلعب العرضيه تخبط وتخرج لركنيه. لقب وحيد للنادي المصري 98 مع كروجر مع ابراهيم المصري. نسبة ابراهيم المصري طبعا عنده مشكله، عنده مشكله، واعتقد ان يجب برضو ان دخل قيادات في بورسعيد. ما نشوف بس احمد سمير فرج لعب على طول، لكن احمد عبد الفتاح برضو قيمه كبيره مارادونا بورسعيد، ما في مارادونا في اسماعيليه. احمد العجوز ما نشوف بس محمد مسعد ياسي السلام يطلع يمسكها، خطره 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 يا عواد، خطره جدا. ممكن الكره تسبق وسامع من بره بيقولوا له بلاش يا عواد. طيب وهو رايح بيجري كده وشه للجون اتزحلق وقع، دخلت الكره جون، خلاص هتعمل ايه؟ بقول لك اسماعيليه فيها مارادونا. احمد العجوز النجم الكبير بالمناسبه اتعين مدرب عام مع المعلم الكابتن حسن شحاته في طلائع الجيش الموسم اللي جاي، نهنيه خلافه طارق يحيى. ومارادونا بورسعيد هو ابراهيم المصري، لعب الكره العرضيه على طول ورا قويه شويه. يبدا كنس لمحمد فتحي، سقوط. قلت لك ابراهيم المصري عنده مشكله ويجب تدخل برضه لسرعه حلها. ادي احمد سمير يلعبها، لكن فين لمح احمد سمير؟ ده المكر والدهاء، خبره كبيره، لعيب كبير طبعا، لمح المره دي. احمد عبد الفتاح متقدم حب يلعبها مباشره في المرمى، لكن تروح بعيد. طب التعادل ايه اللي يحصل؟ خلاص عرفنا بقى، لانه عملوا لائحه الماتشات دول ال 32، قال لك ركلات ترجيح مباشره زي ما شفنا المصري والتعدين وزي ما شفنا الاسماعيلي والرجاء، وبعدين قال لك اعتبارا ما نشوف الكره العرضيه خطره، يشيل على طول من القلب بمنتهى القوه في اللحظه الاخيره قبل المخضرم سعيد مراد. كانت قال لك من دور ال 16 يبقى اكسترا تايم يوصل لركلات الترجيح في حاله استمرار التعادل. ماتش الدوري الدور الاول 1-0، احمد جمعه لما نزل اشهر بديل في الدقيقه 88 سجل هدف قاتل فاز بيه النادي المصري. دوري 1-1 كان ابراهيم حسن وعادل الهداف احمد رؤوف بهدف التعديل. اسلام جمال واقع على الارض كده شكله بيكلم القماش ولا حاجه، هنشوف. تاني النادي المصري يبدا كابوريا
كابوريا يلعبها حلوه حلوه فيها فرصه، يقف يستنى يقف يستنى ويلعب العرضيه مقريه مقريه فيها فكره. لكن بقول لحضراتكم على طول اتدخل تاني يبدا النادي المصري عرضيه يا ولد يشيل لسه فيها الخطوره، وادي كابوريا يلعبها لكن بعيد والله. بدا النادي المصري اهو يكشر عن انيابه. كابوريا محمد مسعد سعيد مراد ثلاثي خطير مع وجود الهداف القدير طبعا احمد رؤوف. قالوا رؤوف رايح سموحه، بعدين دخل الزمالك على الخط، ما نعرفش لحد دلوقتي ايه اللي هيحصل. ومشكله طبعا لما اللاعب يكون موقع في اكتر من مكان، مشكله على اللاعب نفسه طبعا لانه هنا بيتعرض للايقاف للغرامات زي ما شفنا حاله مشابهه. اسماعيلي عنده لقبين 97 لما فاز على النادي الاهلي في استاد القاهره 1-0 احمد فكري الصغير كلنا فاكرين، بعدين 2000 لما فاز 4-0 البطوله اللي حققها طبعا النجم النيجيري جون اوتاكا مع محمد صلاح ابو جريشه واحمد فكري وايمن الجمل مرحوم ايمن رمضان وباقي الرفاق. تاني تلعب وترجع على الارض يبدا محمد فتحي سمير فرج على الارض. انما كان في تكاتف كبير في بورسعيد في ازمه العميد اكيد حسام حسن ايقونه طبعا بالنسبه لجماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد. شريف عبد الفضيل نادي الاسماعيلي محتاج يرجع الاسماعيلي اللي احنا نعرفه اللي هو منافس ودايما موجود في موقع المنافسه، لا يكتفي الاسماعيلي بدور ضيف الشرف او تواجد لمجرد التواجد، ما ينفعش ما يبقاش ده النادي الاسماعيلي. كابوريا يلعب العرضيه تترد سعيد مراد لكن عواد بقول لك المصري بدا يكشر عن انيابه، عايز ياخد هو المبادره والمبادره بتفرق اكيد بتفرق. بدا اهو تحركات سعيد مراد، نحس بكابوريا نشوف محمد مسعد في الصوره، محاور هجوميه خلاص طبعا شكلت. سيد عبد العال لاعب طلائع الجيش ايضا السابق. على طول الخطا دولي محمود البنا واحد من ابرز الحكام ايضا عمل موسم هايل، حكم كبير تطمن لوجوده في الملعب. ادي محمد مسعد شوف التدخل شوف التدخل شوف التدخل من بهاء. وادي الخطا رؤوف بيشاور اشارات كده معينه تلعب على طول عمرو موسى من هناك رؤوف توصل على طول سعيد يقلش يشيل سعد حسني عبد رب ومجهود كبير يا حسني على الارض. احمد جمال الناشئ اللي بيديله الفرصه برضو القماش لعب على طول اماميه كينس لو اتعدل يا ولد يلم عايز يعدي ضغطوا عليه مش هيستنوك طبعا. سيد عبد العال دور الدعم والمسانده هنا لمحمد اسامه. يبدا النادي المصري تاني مرتدات سريعه ومرتدات المصري الموسم ده في منتهى الخطوره لعبوها حلوه رؤوف التسلل موجود بيقول لابو العلا لا ابو العلا قال له فيها تسلل. احمد ابو العلا مساعد كبير برضه مخزون خبره كبير. هل صفر فاول من البدايه؟ هل رجع للخطا الاصلي البنا؟ اعتقد عمل كده انه حتى لو في رايه هو رجع لانه كان في تدخل قوي مع مسعد مظبوط يرجع هتشوفها تاني. في تدخل واخد رجل نشوفها تاني واخد رجل محمد مسعد بهاء مجدي. حاله من يعني رفع الرايه هنا على تسلل انما رجع البنا مظبوط للخطا الاصلي والخطا الاصلي يجب الرايه والتسلل بما انه حصل طبعا قبل ما يكون احمد رؤوف متسلل. لعب على طول كابوريا مقريه يا سلام يا سمير يا فرج. مصر بمرور الوقت تلاحظوا حضراتكم مستحوذ انما بيدينوا الاسماعيليه طبعا لانها تستضيف وبتستقبل مباريات ابناء بورسعيد منتهى الحب ودايما يقولوا احنا اخوات وحاجه واحده شيء رائع
شيء رائع تحييه، مش غريب على الإسماعيلية طبعا، ده يعني سلوك النادي الإسماعيلي والدراويش باستمرار. تقف الكرة ويحاول مع كنس، على طول يبدأ أحمد جمال، واحد من اكتشافات القماش. إسماعيلية معودانا دايما، وادي تتلعب، انتهى الخطورة، سعد حسني والتسديدة، سعد حسني خدها كورباك مباشرة، يا فرصة كبيرة للدراويش. بصوا حضراتكم، ادي الكرة الثانية اللي بنقول عليها دايما. الجميل انه سعد يا دوبك طبت قدامه وخدها مباشرة، كانت رايحة في المقص المرمى احمد عبد الفتاح، لكن يا دوب يا دوب بجوار المقص اليمين. اسماعيلي الدراويش شمس المهارات التي لم تغب ابدا يا سادة، حتى وان غابت البطولات، حتى وان ابتعدت الالقاب، يبقى الاسماعيلي اسماعيلي. ريحة الكرة الجميلة، مهارات والامكانيات الجميلة. لما نشوف بس بهاء والعرضية، لعب على طول، اه فايته، فايته يا كنف، فايته يا كنف. مانويل بناهيني كان اختاره طارق يحيى لما جابه طبعا السنة اللي فاتت وهو مدير فني احمد عبد الفتاح، عايز ياخد الثقة احمد عبد الفتاح. واضح الولد لسه طبعا حارس شاب، حط في ماتش كبير زي كده ضغط، يحتاج تأهيل نفسي، اكيد اشتغل مع احمد المندوه على كده، يقدر يعمل ده طبعا بخبرته الكبيرة، اعتبر ان رمزي مش فورمة 100%، فبيفضل الاستعانة بالاجهز. خطأ موجود، يديه البنا، يديه البنا، اتكلم مع كانت برضه لعيب جيد كانت، ده له انذار، يبقى البطاقة الأولى من نصيب كانت. تدخل قوي مظبوط، أنا مع البنا، ليه؟ كمل في رجل، بصوا حضراتكم الرجل رايحة فين؟ كملت في رجل لاعب النادي المصري، مظبوط اللي بنشوفه قدامنا بنقوله بالظبط، لعب على طول. التهور والإهمال دايما أقول مشكلة اللعيب مش مشكلة الحكم، أدي القائد. ونعم القائد والله يا ابني، أسامة عزب موسم يمكن الناس بتنساه، يفتكروا كابوريا، ويفتكروا تعلق رؤوف الهداف، يفتكروا محمد مجدي، لكن أسامة الحقيقة بيوقع على موسم رائع. كانت مظبوط البنا، يديله الخطأ لصالح النادي المصري. بهاء شفنا بدأ يتحرك بهاء ناحية الشمال، ملعوبة حلوة حلوة، لكن يشيل سيد عبد العال دور المساندة اهو، دور التغطية ناحية اليمين. ضل جمعة جالس على مقاعد البدلاء، حاول يفوت، حاول يفوت، حاول يفوت، مشيت معاه، لكن اعتقد لجهود ابراهيم حسن طبعا، الجيد ابراهيم حسن. القماش يحيى برضو خالد القماش، اه طبعا لانه استلم في ظروف صعبة، بدأ ميدو، مشي ميدو، وجه القماش، تولى اشرف خضر ما ننساش في النص عدة مباريات، وقاد النادي بكفاءة. ولاد النادي الاسماعيلي دايما برضو حاضرين وموجودين، معانا الكابتن ابو طالب العسوي برضو تولى وكان موجود في فترة، فوزي جمال لما بيدعى، حمزه الجمل، احمد العجوز، اشرف خضر، خالد القماش، كلهم طبعا ابناء الدراويش، محمود جابر ما تقدرش تنساه، عصام عبد العال، كل دول اللي تولوا طبعا اكيد بيتولوا بمنتهى الايثار من اجل مصلحه الدراويش فقط. تاني لكن قويه شويه، ترجع ورا اسلام بذكاء يشاور لعواد، سلامات يا صبحي طبعا كان اجرى الرباط الصليبي وعمل عمليه التاهيل، و بدا يتعافى. قيمه كبيره وجود محمد صبحي برضو، محاوله المرور محمد مجدي تخبط وتخرج بره، لبره الملعب لضربه المر. طيب اختلفوا حوالين جون اوتاكا، ادي الكابتن طارق سليمان طبعا نجوم البيو ده في بورسعيد معروف، جيل حسام غويبه طبعا الجيل العظيم، مع الراحل القدير مسعد نور، مع علي المصري، مع اسامي الكبيره مصطفى ابو الذهب،
سيد عيد، علي الشحات، عبد الرضا بارذكري وقاسم بور، جيل ايه يعني؟ قول زي ما انت عايز تقول. اينو المدفعجي، فين اينو وفين جمال جوده؟ راحل الكابتن عادل عبد المنعم. اسماء كبيره جدا طبعا سطرت، كانوا على بعد ثواني ثواني من التتويج. 83 مين ينسى لولا هدف علاء ميهوب طبعا بعد ما تقدم حسام غويبه كلنا فاكرين، ولعبوا وقت اضافي وفاز النادي الاهلي وقتها بالكاس في المباراه الدراماتيكيه ما ينساهاش طبعا جماهير بورسعيد. محمد مسعد فات لعب تاني، وبعدها السنه اللي بعدها فاز النادي الاهلي برضو 84، كان بيجمع النهائي الاهلي والمصري وفاز الاهلي في استاد القاهره 3-0. ادي مانويل بناهيني، لسه محمد فتحي، احمد سمير هيجرب. يا سلام يا ولد بقوه، مين احمد رؤوف، هايل تاكلينج رؤوف، تدخل محمد فتحي، بنا ورا اللعبه، البوزيشن او التمركز بتاع البنا مخليه راكب اللعبه زي ما بقول لحضراتكم اهو، فيها تدخل فيها مع مسعد طبعا، دي تعليمات متقلم القماش، مسعد ما يمسكش الكوره، كابوريا لازم يتراقب، سعيد مراد ما يتسابلوش الطرف لانه بيحتاج مساحه، لعيب بيحب المساحه عشان يبتدي يعمل عمليه الزياده هناك ناحيه الشمال، وبعدها سواء هيلعب الكره العرضيه او يقطم بيها هو لجوه. اهو جات الصوره على سعيد مراد، لعيب خبره وعنده ثقه كبيره في حسام حسن، واعتقد ان هو كان قد الثقه دي او اهلي ليها اكيد. عواد في التوقيت المناسب، سلام يا عواد، عمل مباراه السنه دي مباراه الاسماعيلي وسموحه 3-3، عمري ما انسى الولد ده الماتش ده حقيقه، عمل مباراه كبيره، هيقول لك دخل فيه 3 جوان لكن شال ما لا يقل عن 10 اهداف محققه في هذا اللقاء عواد، وكانت مباراه محمد عواد بالفعل. تاني محاولة المرور، عبد الفضيل استنى كتير، لسه شريف حساسية الملعب تحتاج منك تسلم أسرع، لأن عشان يمشي بالكرة دي طبعا زي ما كان بيعملها أشرف قاسم ومدحت عبد الهادي، أسامي طبعا كانت بتلعب في المركز ده، ويمشي بالكرة يبتدي يعمل عملية التمرير أو يطلع أو يبدأ الهجمة، تاج اللعيب يكون فت واقف على رجله كويس جدا. تاني سيد عبد العال، خلاص عرفنا ان سيد عبد العال هو اللي بيلعب في مكان الظهير الايمن. يا سلام يا ولد، مسعد شاف فيه الحته دي طبعا الجهاز الفني، لانه عنده القدره والامكانيات الدفاعيه اضافه للخبره. تدخل مع مسعد، سلامات يا مسعد، ان شاء الله يكون سليم. شوفها تاني، ادي مسعد وادي الاشتراك، ما يقصدش يعني بهاء، بس ما دخل على الكوره اصطدم بركبه مسعد، ما فيهاش بند التعمد، وادي تتلعب لكن وحش. ادي رتم اللعب، تتفقوا حضراتكم الدقايق اللي فاتت رغم البدايه الحماسيه كان المصري افضل، بدا الاسماعيلي يدخل في الاجواء، لكن لسه على مستوى الخطوره يمكن تسديده بس، زي ما قلت لحضراتكم سعد حسني تدخل موجود، طلع على الارض تاني كابوريا، كل يبحث عن كابوريا، حلوه يا سلام يا ولد، اسلام جمال هايل، يضغط رؤوف يعمل فاول مظبوط، يعمل خطا مع بهاء، صفر عليه البنا، اسلام بعملية التاكلينج، وقال نادي الزمالك انه متمسك بعودته، كان اتكلم الاسماعيلي على امكانية التمديد، الزمالك قال محتاجه. وادي التدخل مع اشتراك رؤوف مع بهاء مجدي، مصري موسم رائع بالنسبة له، من المواسم الجميلة الحلوة للنادي المصري بكل تأكيد. ما بيقولوا انت هتجيب لهم واحدة من مش عارف على طول، اسلام يلعبها طوليه اماميه، جيل 98 كلنا فاكرينه طبعا، حارس العملاق 98 حسن نصر و سيف داوود
ابراهيم المصري، حمد ابراهيم، عقل جد الله، ايمن مشالي، صبري سليم، تامر النحاس، جيل برضو رائع مع عفت نصار طبعا كان مع كروجر الالماني. 4-3 وادي التسديده، مش ممكن. احمد سمير فرج، حلوه 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 والله، صحصحتنا اللعبه اللي فاتت دي. صاروخ احمد سمير فرج، يا دوب في الشبكه من بره. ادي دور مهم، ده كلام متقال لاحمد سمير وهو عنده الصفه وعنده القيمه دي بكل تاكيد. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا احمد يا سمير يا فرج. مسافه بعيده من بدايه الهجمه، نشوفها تاني. بصوا حضراتكم من كام، يا من 35 يارده، 35 يارده بالظبط. صاروخ يلعبها، يا دوب واخده سويرف كده عشان تلف وتيجي على يمين احمد عبد الفتاح. حاول النادي الاسماعيلي تاني، مباراه متكافئه، تقدرش تقول في حد سيطر بصفه اساسيه. باص هيبقى كتير لعبه الاسماعيلي والمصري، تاريخ حمد ابراهيم وقناوي وعصام عبد العال والعجوز وياسر عزت والقط وطارق الصاوي وعاشور، سما خليل، محمد طه، ايهاب جلال، ما تنساوش حسام عبد العال طبعا، خالد بيبو، هيثم فاروق، وعمرو الدسوقي مرحوم، نجم ايمن رمضان، عواد لعب ما تنساش، راح اعاره للنادي المصري وعمل معاهم موسم هايل، وعبد الله الشحات ومحسن ابو جريشه وداوده ومصطفى جعفر واكيد صلاح مارادونا وابراهيم الهلالي. ده معناه من الكم اللي قلته ده ان الامور بين الاسماعيلي والمصري في حماس، واه انا عايز اكسب وانت عايز تكسب، لكن يبقى الود ويبقى الحب ويبقى التقدير بكل تاكيد. واستضافه الاسماعيلي امر كان شيء في منتهى الروعه، مش غريب انه استضافوا طبعا النادي المصري طوال مبارياتهم وكانهم في بورسعيد بالظبط. عواد والضربه الحره بالخطا الموجود جنبها كابوريا، وحوارات مستمره بين نجوم النادي المصري، بيرجع الحائط البشري على البعد القانوني. بيرجع البنا الحائط البشري، هنشوف هتتشاط ازاي. لسه راجع كابوريا وراجع سعيد مراد وعمرو موسى، وقفته كده بتقول سعيد مراد سابها لكابوريا. كابوريا السلام يا عواد، هايل يا ولد. محمد عواد امتياز في اللعبه اللي فاتت، ملعوبه الكره حلوه، قلتلك كده. كابوريا وسعيد مراد، عمل فنت سعيد مراد وساب كابوريا يشوط. حاول تاني النادي الاسماعيلي، حاول النادي الاسماعيلي يضغط، زنق نفسه يتزحلق محمد اسامه، منتهى الخطوره، تتخطف منه، هتتخطف، استنى على الكره كتير، اتزقت في مساحه للنادي الاسماعيلي. يا ولد يلم الجوه حلوه، وبسن الجزمه يوصل احلى، فيها تدخل البنا، قال العب سمير فرج، هيطلع بره. اعتقد في انذار لانه في تدخل، بيقول له حسني عبد ربه مالكش دعوه، دخل محمد اسامه بقوه، والبنا بيقول له مالكش دعوه، مفيش داعي، قلت الامور ماشيه كويس. هنشوف التدخل كمل مع التاكلينج وهو رايح طبعا مع التاكلينج اصطدم. والله حاول الولد للامانه، حاول ان هو يفرمل، انما في الاخير اصطدم. ادي كابوريا السلام، يا عواد امتياز. وادي صاروخ احمد سمير فرج بيفكرك بالكره اللي عملت سويرف كده لبره، بس هنشوف البنا هيدي ايه. لسه تعادل سلبي، وان كان المباراه بدات تدخل في الاجواء اللي منتظرينها. دوري الاردني، طارق خطاب اعتقد انه خد انذار. ادي اجمل اللقطات اهي، كره كابوريا وتصدي وانقاذ الحارس اليقظ عواد، اهو لما قطم بيها لجوه احمد جمال، طبعا مع اندفاع طارق خطاب، اصطدم بالركبه وادى الانذار مستحق، وقلت هيبقى فيها انذار، مظبوط من البنا لطارق
خطب زي ما ادى كنس في التدخل القوي انذار، هنا بيدي الدولي الاردني طارق خطاب، كان غاب لفتره للاصابه فتره طويله، جانب من الحضور استاد اسكندريه تحفه تاريخيه، اثر تاريخي استاد اسكندريه، مش مجرد ملعب كره قدم، لا لا لا، اثر شاهد على بطولات وعلى انجازات وتتويجات وحاجات هايله. دكتور شريف سعد الحقيقه رئيس هيئه الاستاد بيبذل مجهود كبير جدا، لكن الهمسه في اذن وزير خالد عبد العزيز الحقيقه وزير الشباب والرياضه، استاد اسكندريه يحتاج الدعم، يحتاج يبقى في افضل وابهى صوره، في افضل وابهى صوره، ملعوبه كره قصيره منتهى الخطوره، حاجات اللي بقول عليها دايما بتوين دي تعمل مشكله بين المدافع والحارس. تاني على طول، وادي المرور، لكن في خطا، في خطا والتدخل، محمد مسعد يعمل فاول مع بهاء، خطا موجود، شوفها تاني، شوفها تاني، بهاء لما راح كان في تدخل من مسعد بضربه حره لصالح النادي الاسماعيلي. لسه المحاولات، كره الاخطر، كره كابوريا من الفاول، كره الاخطر للدراويش، صاروخ احمد سمير فرج اللي جت هزت الشبكه من بره، لماش يدرك اهميه هذا اللقاء، وكل فريق عنده حق مشروع في الصعود لملاقات الفائز من موقعة الخميس اللي جاي زمالك والاتحاد السكندري. تاني ترجع ورا، ترجع ورا، احمد عبد الفتاح بقلشة منتهى الخطورة، عشان كده بقولك الحاجات دي تقلق. هنا سمير فرج وطى لعيب المصري مظبوط، ودى الخطأ لصالح الاسماعيلي، لان اللي نط عالي هو اللي كان فوق في الهوا هو سمير فرج، واقع لسه السيد عبد العال، اهو بص حضراتكم وطى شويه دوب سيد عبد العال، انما اللي راح واللي كان في طريقه للكره وناطط عامل التيك اوف سمير فرج، اهو الخطا موجود مظبوط يا بنا لصالح النادي الاسماعيلي، هدف يغير سير اللعب تماما ويغير المباراه بكل تاكيد. يخلينا نتفرج على ماتش تاني خالص، شوط الكاس كالعادة، الشد والجذب، الإثارة، حماس، الرغبة الموجودة، حسني لعبها حلوة، محمد يا مجدي هايل يا ولد، هايل محمد مجدي. قول لحضراتكم اكتشاف حسام حسن، اكتشاف ولد صاعد طبعا لسه صغير في السن، سمير فرج يشيل سيد عبد العال أمامية، نازل رؤوف لكن لوحده، رؤوف بقول لك لوحده، يفوت أحمد جمال ويسيبها، لعوبة على الأرض لمين؟ ما بصش، ما بصش، باصص في الارض وهو بيباصي، بهاء راحت سهله للحارس احمد عبد الفتاح. ادي البدله في النادي الاسماعيلي النهارده، محمد مجدي، عبد الرحمن حسان، محمود حمد، مهند مصطفى، لاشين، امير شعيب، وعماد حمدي، وكريم بامبو، كلموا كلام كويس على مهند مصطفى، لاشين الصاعد ايضا، وامير شعيب، اضافه لاحمد جمال اللي شارك، بيقولوا القماش صعدهم ومقتنع بيهم جدا. احمد سمير فرج يا ولد يا ولد، حلوه لكن برافو يا اسامه، اسامه عزب تدخل تاني، شوف خبره بقى اسامه عزب هنا، يا سلام يا اسامه، انما سمير فرج عامل الكروس، حاجات احمد سمير دي اللي بيمتاز بيها، العكسيه هناك في اقصى اليسار لاقصى اليمين، محمد فتحي تاني يعلق، اسماعيلي بيحاول، حاول يدخل فيه اجواء الماتش، بهاء، اسامه يشيل تاني، لاعب اسامه باك ليفت النهارده لغياب احمد ايمن منصور، تبقى ثقه في اللعيب، عندك لعيب كبير وعنده مخزون خبرات وامكانيات، جيبه باك رايت ماشي، يلعبه سيرد باك، ولعب مساك كتير على فكره السنه دي برضه، مع سواء في وجود محمد مجدي او في غيابه لما كان ويلسون موجود، مع الغيابات دي ما بتبقى في خط واحد احمد ايمن منصور وويلسون وهكذا بتبقى مشكله، ياخد التماس وراجع يلعبها حلوه، يلعبها حلوه، محمد فتحي لو شاط هيجرب يلعبها، والله حلوه محمد فتحي، كانت حلوه تاني
جايب صاروخ في انبي السنه دي محمد فتحي. قلت لحضراتكم احد الاكتشافات اللي قدمها نادي الاسماعيلي برضو زي اكتشافات المصري السنه دي. وكعاده الدراويش سياسه الدعم وتقديم وجوه جديده، مهند مصطفى وامير شعيب، ودفع باحمد جمال في الملعب، وده لقى النادي المصري رمزي صالح، سعيد محمد علي، احمد ياسر، عبد الله جمعه، اسلام صلاح، واحمد جمعه، محمد رفاعي ويا تاني. هيظبط هيظبط سمير. اوه 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 صواريخ صواريخ. احمد سمير فرج مكلف بالدور ده، كان احمد سمير فرج باستمرار متقله من خالد القماش شوت. بصوا حضراتكم لف الراجل حطها له، يا ولد يا ولد خدها حلوه حلوه حلوه، يا دوب يا دوب، يا ولد يا ولد، بجوار الايم الشمال. لو في الجول جول، لو في الجول جول مش هيقدر يعمل حاجه احمد عبد الفتاح. ماتش حلو، اسماعيلي افضل في الدقيقتين ثلاثه اللي فاتوا، ضاغط يبدا كين الثاني، ضغط موجود لبره الملعب لتماس. بدا بقول لحضراتكم الدراويش يدخلوا في اجواء المباراه، تسديده واثنين بيحاولوا يوصلوا المرمى. احمد عبد الفتاح تاني تاني، سمير سمير يقع ويقوم ويلعبها وهو بيقع، لكن يجيبها سيد عبد العال ويلعب الكره الطويله، عينه على رؤوف لكن يتشعلق. يا ولد اسلام جمال هاي اتشعلق في الهواء، ادي صواريخ سمير فرج. بصوا حضراتكم شايط واخد القرار، يبقى عنده شخصيه وعنده تجربه وخبره كبيره طبعا. ارض لك يا ولد، تيجي بجوار الايمن الشمال لمرمى احمد عبد الفتاح تاني. هناك فيها فكره حلوه، لكن عواد ماسك قبل سعيد مراد. يبدا سعد حسني نادي الاسماعيلي، سعد حسني في ولد كمان صعد اداله الفرصه، حسام حسن طارق العجمي، وجاب واحد من اجمل اهداف الدوري، الناس بتنسى بس في ماتش حرس الحدود حوالي 35 يارده صاروخ صاروخ في مقص. احمد سعد كان بيدخل برضو كده، وفي الغزالي على فترات. تاني المحاوله عايز يفوت، يبدا النادي المصري عمرو موسى، دور استرجاع الكره خطيره من هناك، خطيره سعيد مراد، سعيد مراد وعبد الفضيل وعبد الفضيل وعبد الفضيل. يا سلام يا عواد يا سلام يا عواد، انقاذ رائع. محمد عواد يمسك او يصد على طول، لعبها حلوه لعبها حلوه اسامة عزب، يلعب الكره العرضيه والعرضيه احلى، يشيل بهاء لسه فيها الخطوره للنادي المصري على طول، يعمل شغل اكشن محمد اسامه. سعيد مراد لو عدى لو عدى بيظبط، يا ولد يعمل التاكلينج هناك ويوقف اللعب البنا، لانه في تدخل في تدخل وسقوط للاعب النادي الاسماعيلي. ادي دكه النادي المصري هنشوفها تاني، التدخل اهو، تدخل معايا من سعد حسني، لكن البدايه اهو شوف قطم بيها، ادي الحاجات بتاعه سعيد مراد، قلت لك سريع وتحرك كويس جدا خصوصا على الاطراف لما بيجي من على الطرف ويدخل لجوه ويبقى في وضعيه مواجهه مع المرمى او تمريراته السحريه لما بيبقى في رؤوف او في احمد جمعه. اسلام جمال تدخل الاخير ممتاز، وادي سعد حسني، فرقتين برضو تشعروا حضراتكم يعني عاملين حساب لبعض، ما فيش اندفاع تام بالهجوم او غير محسوب. عبد الفضيل عايز يرجع، احمد سمير فرج بالدور اللي مكلفه بيه القماش برضو كان من ابرز لعيبه النادي الاسماعيلي الشوط الاول، قياسا بالتسديدات اللي كانت في منتهى الخطوره، التسديدات الخطيرة للدرويش كانت من أحمد سمير فرج في المرتين اللي شاط فيهم، سواء الأولى اللي جت في الشبكة من بره ناحية اليمين، كابوريا اكتشاف، وممكن الولد ده يبقى ليه مكان في منتخب مصر في يوم من الأيام، نفس الكلام اللي قلته على محمد فتحي. أدي عماد المندوه بيوجه، طبعا غايب مش حسام حسن بس، إنما هو وحسن مصطفى ووليد بدر نفس الموضوع، بكرة إن شاء الله يكونوا في بورسعيد. محمد فتحي
شريف عبد الفضيل. اسلام جمال. لعب على طول حلوة، فيها فرصة، هو جون يا ولد، يلم هو جون، جون القيصر، القيصر حسني عبد ربه يقول كلمته. يا سلام يا بناهيني، اسيست. لا لا ايوه طبعا طبعا، بيقول له بناهيني، بناهيني السبب، مانويل بناهيني يا ولد. حسني عبد ربه يتقدم للدراويش في وقت مهم جدا جدا في الدقيقة 42. فرحة القماش واحمد فكري وايمن الجمل من الكرة اللي قلت لك الاسماعيلي بقى له 3 4 دقايق افضل. حسني عبد ربه يعود لزور القيصر، في بداية بداها الواعد محمد فتحي، وفي غفلة من دفاعات النادي المصري مانويل بناهيني يفوت ويريح ويسند بمنتهى الروعة، روعة، يدي هدية لحسني عبد ربه يركنها على طول، مفيش اسهل من كده. ادي محمد فتحي وادي الرؤية، يا سلام يا فتحي، وادي ظهر النادي المصري مكشوف زي ما قلت لحضراتكم، لانه هنا راح الراجل براحته خالص وبعدين باصة وحسني يحطها في المرمى طبعا بهدية، بهدية، مفيش تسلل جاي من وضعية مثالية في ناهيني، انما متساب خالص وباصة كمان مفيش تغطية داخل منطقة الجزاء، وحسني طبعا بخبرة السنين يختار المكان الصح ويحطها عشان يتقدم النادي الاسماعيلي في الدقيقة 42 للقيصر. حسني عبد يغيب يغيب ويظهر، لكن ظهور ايه؟ مؤثر، ظهور يفرح زي ما عمل في ماتش طلائع الجيش وكان نجم المباراة. ادي العرضية الخطيرة، خطيرة عدت يا كابوريا، عبها بدماغه كابوريا، هدف في توقيت مهم جدا جدا. اهداف الدقايق الاخيرة دي او في نهايات الاشواط دايما بقول عليها من الاهداف المؤثرة جدا. شوف بناهيني ده طولت الكرة كمان وتساب، يعني طولت منه وتساب، ده معناه انه مش متغطي خلقها، هي لما طولت وقف وبص وشايف حسني في وضعية مثالية. اذا كان هو 70% فحسني 100% يضمنها في الجول ويحطها القيصر. يا ولد يا لعيب، حسني عبد ربه يفضل حسني عبد ربه. اكيد اكيد تراجع في بعض الاوقات، ما يكونش فورمة في بعض الاوقات، انما لما بيرجع ولما بيعوز يرجع بكل تأكيد بيقدر يعمل ده، عشان هو طبعا من نجوم الكبار في الكرة المصرية بكل تأكيد. والدقيقة 44 يا سادة، اصبح الدراويش في المقدمة بهدف نجم وقائده حسني عبد ربه، اللي معاها طبعا فرحة خالد القماش، جناح رهيب خالد القماش، برضو لعب جيل حازم وعماد سليمان وطارق الصاوي وطالب العسوي، المرحوم حمادة الرومي، حمادة المصري، مرحوم علي أغا، عصام الحسيني، وعلي غيط، وأسامي كبيرة جدا طبعا في الدراويش، طارق زين، حدث ولا حرج هتقول مين وتنسى مين، محسن هاشم، كان جيل عظيم برضو للنادي الإسماعيلي بكل تأكيد، مع عماد سليمان وحمدي نوح كابتننا الكبير أيضا، وحازم فارس هذا الجيل المرحوم الكابتن محمد حازم بكل تأكيد. تاني تتلعب مع محمود جابر طبعا، اللي قلت كان مدرب النادي الإسماعيلي. تاني تتلعب سلام، يضغط كويس قوي يجيبها رؤوف، لكن هايل يا ولد، ضغط وجابها بهاء. دقيقتين احمد الغندور، بيدينا دقيقتين، مصفر خطا البنا، خطا لصالح النادي المصري. سيد عبد العال واخد مكان الظهير الايمن، قلت لحضراتكم ضغط بدفعه، بدفعه واعتذار من بهاء لمسعد، اقل النهارده مسعد متراقب وما ظهرش في الصورة، قماش عامل حسابه كويس قوي، عامل أدوار رقابة تبقى مزدوجة دايما باستمرار عشان ميبقاش في فرصة لمفتاح اللعب، اللهم إلا الكرة اللي هرب فيها سعيد مراد، لعبها حلوة، التسلل، راية أبو العلا، أحمد أبو العلا، الراية موجودة والتسلل من أحمد رؤوف، هتشوفها تاني. لا كان مغطي، كان مغطي اسلام لحظه بخر، ماشي، لان وصلت الكره العواد مفيش مشكله، هنقول مفيش مشكله، طويله اماميه على طول، كانت قصيره، الحاجات دي في منتهى الخطوره، تسبب مشكله في ارتباك كده، وفي مصباص كتير بلاحظه في
اداء النادي المصري. اسلام اسلام ورا برضو رجعها العواد، حاجات تعمل مشاكل. طب التصرف هنا ايه؟ طلع بره احسن، طلع اوت يرتاح، لكن ممكن يسبب مشكله لعواد. سيد عبد العال مصري بيحاول في الثواني الاخيره، عرضيه خطره فايته من هناك، من هناك لو عدى، لو عدى عدى يلحق. اه طولت يا اسامه، طولت يا اسامه عزب، حاول انما طولت الكره من قائد النادي المصري وياخد ضربه المرمى النادي الاسماعيلي. الشوط الثاني هيكون اكثر اثاره. ليه؟ هدف الاسماعيلي هيدفع المصري دفع للضغط، هيخلي الاسماعيلي بقى يلعب بثقه اكتر ويلعب بتركيز اكتر، ومعها صافره النهايه وهدف يتقدم بيه النادي الاسماعيلي عن طريق القيصر ونجم مصر حسني عبد ربه في الدقيقه 42 من اسيست عالمي عمله له الغاني مانويل بناهيني عشان يتقدم الاسماعيلي على النادي المصري في مباراه دور الثمانيه في كاس مصر في استاد الاسكندريه بهدف مقابل لا شيء. شكرا لطيب المتابعه، حتى اعود والقاكم مع بدايه احداث الشوط الثاني، الى اللقاء. موجود برضه سويسه بيعملوا شكل للدوري، ده صديقنا احمد عبد الهادي بيعلق على المباراه من قلب الحدث للتلفزيون المصري. متابعات من كل مكان على طول طويله يسيبها اسامه عزب. طيب ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ اعتقد الجهاز الفني للنادي المصري قد يلجا لدكه البدلاء، ممكن احمد جمعه يكون ليه دور، ممكن احمد ياسر جناح السريع يكون ليه دور، ممكن رفاعي ويا يكون ليه دور. اسماعيلي قلت لحضراتكم الشباب اللي بدا يعتمد عليهم خالد القماش وبدا يديهم الثقه، ادي الكابتن ابراهيم حسن، كريم بامبو برضو كان في تركيز عليه في التدريبات ممكن يكون ليه دور القادم من النادي الاهلي، امير شعيب، مهند مصطفى، لاشين، وحمود حمد، وعبد الرحمن حسان، وعماد حمدي. هنشوف ايه اللي هيحصل. شريف عبد الفضيل يلعبها طوليه اماميه هناك طويله طويله تطول وياخد، ادي محمد مجدي ياخد على طول، احمد عبد الفتاح الحارس الناشئ اللي بيدافع عن عرين النادي المصري في هذا اللقاء. بكره اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في موقعة الوداد البيضاوي، وادي التسديده لكن بعيد. اتمنى التوفيق برضه لنادي الزمالك يوم الاحد مواجهه سان داونز الجنوب افريقي. النادي الاهلي مطالب بالفوز بكره عشان يبتدي يحصد النقاط، يبتدي ينطلق في المجموعه. هذه بدأت اللعيبة اهي، الشباب بدأوا يسخنوا على طول أمامية. اسلام جمال دور الجمهور أكيد عامل إيجابي بالنسبة للنادي الأهلي في برج العرب، بالنسبة للزمالك في بترو سبورت. ده وقت الجماهير بقى اللي تخاطب فيه الجماهير إن هي تحضر وتؤازر وتشجع بقوة كعنصر دعم ايجابي. تطول الكوره، ادي المشكله اللي قلت عليها، نص ملعب المصري برضو مش في حالته العاليه. اسماعيلي بواقع الخبرات اللي موجوده والشباب، يعني حسني واحمد سمير يمثلوا عناصر الخبره، ومحمد فتحي واحمد جمال يمثلوا عناصر الشباب. يطلع الراجل الكوره بره لانه كان واقع مانويل بناهيني، عمل اسيست عالمي الحسني عبد ربه، هنا اشترك معاه سعيد مراد وبعدين وقع بناهيني، اشترك سعيد مراد داس على رجله. كلمنا على موضوع الكابتن حسام حسن برضه ليا كلمه بخصوص المصورين او رجال الاعلام اللي بيغطوا في الملاعب. طبعا الدخول المفروض زي ما العالم كله يبقى فيه ورا كده
منطقة للتصوير، لكن الدخول لما توصل للملعب والخط والكلام ده كله مش موجود. في مناطق اسمها مناطق التصوير، وبعدين الميكسد زون عشان تعمل لقاءات والكلام ده كله، انما الدخول او الوصول كده للملعب ده طبعا مش موجود برضو، عشان نكون بنقول كل حاجة مظبوطة بالظبط. منظومة فيها حاجات كتير عايزة تتصلح وعايزة تتعدل، زي ما بنشوف حتى يا اخي الدول العربية اللي بدأت، المملكة العربية السعودية، الامارات، بقى فيه كلام احترافي بكل معنى الكلمة. تدخل هنا وخطأ من رؤوف، يدي البنا في تبديل، بيطلبوا تبديل بدري طبعا. هنشوف هل حد اشتكى ولا في تدخل من رؤوف. خلي بالك يا رؤوف داخل جامد مع بهاء مجدي. كريم بامبو اللي كنت لسه بتكلم عليه، مين اللي هيغادر؟ هنشوف. بيطلب التبديل بدال بناهيني. يبقى بناهيني اصيب وهيغادر، ويدخل كريم بامبو ابن الجنوب وابن اسوان الجميله. ضموا النادي الاسماعيلي، كان تألق مع النادي الاهلي لما قدمه فتحي مبروك، كان احد فرسان الجيل اللي فازوا الموسم من 3 مواسم بمسابقه الدوري، هو ورمضان وتريزيجيه وباقي الرفاق. بعدين جاله رباط صليبي، اصيب، مشي من النادي الاهلي، المفروض كان رايح سموحه، تمش عقده مع سموحه، لقطوا النادي الاسماعيلي، يشوف في انه ممكن يكون برضه مستقبل للفريق. طارق سليمان واقف بيوجه، على طول ترجع على الارض. محمد فتحي على طول الكره العرضيه من هناك، وادي الراسيه، لكن يمسك مباشرة الحارس أحمد عبد الفتاح. أمامي محاولة، مصري محتاج ينظم صفوفه تاني، يمسك كورة، يبتدي شخصية النادي المصري اللي أوجدها العميد حسام حسن السنة دي، واللي كلنا حيينا النادي المصري على شكل وأداء مختلف هذا الموسم بكل تأكيد. حاولة المرور، يمشي بامبو، أول لمسة، ضغط موجود من مجدي، ترجع بس واحد سعد حسني. ادي الكلام اللي بقول عليه في نص الملعب طبعا. اسماعيلي افضل، ملعوبه حلوه في المساحه، حلوه في المساحه البامبو، بامبو بامبو بامبو، يقف يستنى، يلعب العرضيه، فايته، منتهى الخطوره، لسه خطره بهاء. يا سلام يا ولد، هايل هايل يا سيد يا عبد العال. بهاء مجدي تجيله في عمليه التكمله من هناك، جاي مكمل مظبوط بهاء، انما يضغط عليه يعمل كفرنج هايل ويشيل الكرة إلى خارج الملعب. ليه؟ كفة تاني، شوف بامبو عرضية حتى يا دوب لمس محمد مجدي وانطلق بقوة. لا اللي راح ده محمد مسعد، برافو محمد، هي دور برضو دفاعي مميز لمحمد مسعد في اللعبة اللي فاتت دي. تاني النادي الإسماعيلي، حاول إسلام، وإسلام يريح ويفوت، تيجي الاسلام تاني، لعبها قويه، بامبو بيقول له انا رايح، لكن اسلام خدها مباشره بيمينه، يمسك احمد عبد الفتاح، هيلعب ضربه المرمى. صح الاخبار اللي سمعناها انه سموحه في طريقه للتعاقد مع النجم المالي الكبير سيدو كايتا من نادي روما، طبعا برضه هيبقى شيء مميز. نفس الكلام اللي قلناه على فلورين مالودا، على الاسامي الكبيره بتيجي هنا تعمل اكيد متابعه، تعمل نوع من الاشهار للدوري المصري، وسائل الاعلام هتبتدي تتابع اكيد العالميه لعبها، لكن وحشه وحشه عشان اتجاهه مش معدول سيد عبد العال. طبعا لعبها بجنب بميل كده، ما لحقش احمد عبد الفتاح، طولت وياخد النادي الاسماعيلي الركنيه. اهو بصوا حضراتكم لعبها طبعا كده مش مظبوط، عشان كده كانت سريعه. احمد عبد الفتاح خلاص خرجت لضربه ركنيه، ياخد
سمير فرج. الركنية اتلعبت على طول من هناك. واصلة اسلام جمال. اسلام جمال. استنى تاني يلم اسلام. لعبها لجوه حلوة. حلوة لو استلم. يا ولد. اوه كنس. كنس. ياخدها على طول. النيجيري. ايكي تشوكو لكن تعلى فوق. انما البداية حلوة من اسلام. حاول يلم بامبو. والله بامبو عمل حركة. والله بامبو عمل حركة لما نزل. لعيب سريع ولعيب خفيف ومهاري يقدر يوصل للجون. تاني بامبو. شوف المهارة العالية هي. لسه بكلمك على المهارة. الراجل وقع. وقع محمد فتحي. سلامات يا محمد. ماسك وشه كده. هنشوف. مش باين يعني رؤوف اشتراك او التحام. شوفها تاني. ادي القماش متقدم 1-0. طيب انا معاك. و بيسعى طبعا انه يخلص كده او يوصل لدور صديقنا محمد جزار تابع للمباراه مع صديق العزيز مهيب عبد الهادي في قلب الحدث اكيد في استاد الاسكندريه. مباراتهم مع بعض باستمرار زي ما بقول مباريات حماسيه. ادي عمليه الهدف وشوف اهي طولت وطالت واستلم وبراحته وحسني جاي فاضي طبعا على طول عشان مكمل ومنطلق مش متراقب وحاططها حلوه بخبره كبيره النجم حسني عبد ربه في المرمى. توقيت الهدف في الدقيقه 42 قلت لحضراتكم طبعا يفرق كتير مع الاسماعيلي انه يبدا متقدم بالهدف. مصر اللعيبه كانت مشدوده. اه طبعا يعني المدير الفني والمدرب المدير الاداري في مشكله ومتابعه وبالنسبه لهم نفسيا وعصبيا برضو عايشين الحدث الاجواء او اللحظات والاوقات الصعبه. تاني يبدا النادي الاسماعيلي. سمير فرج. بهاء. سمير جابها اليسرى يا ولد حطها له عشان يلعبها وهو ماشي. بهاء ويلعبها وهو ماشي حلوه. احمد عبد الفتاح. احمد عبد الفتاح. على طول حاولة المرور ودي تطول تخرج بره. لغني الزميل محمد مظهر موقع اسماعيلي 90 انه كابتن السناري طبعا احد نجوم النادي الاسماعيلي اللي خد مع الاسماعيلي افريقيا وبطولة الدوري توفى الى رحمة الله. بننعيه طبعا السناري من الاسامي المعروفة اما نشوف بس الكرة العرضية مع الجيل العظيم مع الفاكهة كابتن علي ابو جريشة مرحوم حسن مختار و سيد عبد الرازق اميره كابتن ميمي درويش و سيد حامد كل النجوم مع كابتن ريعو اللي ساهموا في بطولة افريقيا. ننعيه قاء لله تعازي طبعا لكل شعب الاسماعيليه في واحد من الاسماء المرموقه والكبيره كابتن عربي طبعا الله يرحمه لهم اسامي كبيره. حاوله المرور عايز يفوت طولت. مصري مش هو المصري سامحوني. مصري النهارده لا مصري في طبع مميز في شخصيه مميزه في اداء ايجابي اكتر من كده. اسامه استلم ادى تماس خرجت ولا ما خرجتش تأثير واضح بموضوع حسام حسن. ياخد اسلام جمال ورا حسني. اسلام ما بيشارك في الهجوم برضو بيكون اضافة. تاني تترد سيد عبد العال يحاول اسلام طولت خرج مانويل بناهيني مصاب. اذكر حضراتكم صاحب الاسيست الرائع لحسني عبد ربه في عمليه الهدف. ونزل كريم بامبو خطا موجود مظبوط يا بنا
للمخضرم سعيد مراد. محمد فتحي مفيش داعي للاعتراض، لسه بنقول عليك مشروع لعيب جيد مستقبل، تدخل قوي موجود يا اخي، الخطأ واضح موجود، الخطأ رجل عالية اهي مع سعيد مراد. هيلعبها سعيد مراد بسويرفل جوه، يلعبها لجوه، خطيرة في نص الجون، لو في زاوية مش زوايا جول، لكن في نص الجول لحسن حظ عواد. يبدأ بهاء اسماعيلي في المضادة السريعة، كانت يلعبها حلوة لكن مغطي، سلام تغطية عكسية، أسامة عزب، محمد مجدي كان راجع لسه من الهجمة، هجمة مضادة سريعة للنادي المصري، مسعد لو عدى مسعد، يا سلام يا عبد الفضيل، يضغط عبد الفضيل، ارجع لمسعد تاني، مسعد تاني هيشتغل فردي وهيمشي، قفلوا عليه قفلوا عليه، اتزنق ورا تاني، تلعب العرضية من هناك، محمد يشيل حسني عبد ربه، اسلام على مهله، هيلعب الطويل، لعبها طويلة يا ولد بباصة، عجبني في اسلام جمال يعني كراته كلها بباصة، بيبقى باصص وشايف، حاولة المرور تاني، ضغط موجود يا ولد، يوصل لعيب النادي المصري وياخد منها تماس، مجهود كبير يا طارق يا خطاب. بصوا حضراتكم الخطورة اهي، اتلعبت، ده اللي لعبها محمد فتحي، لكن لحسن حظه توصل لزميله على طول لعواد. دقيقة 60 ربع ساعة. بنا بنا في تبديل، في تبديل، اعتقد انه هيبقى للنادي المصري. ده تبديلين ولا تبديل لأحمد جمعة بدل سعيد مراد. هيعمل ضغط هجومي أكبر، أحمد جمعة فيرويد. لحضراتكم 8 اهداف، سموه اشهر بديل، كل ما ينزل يسجل، عشان كده كان عنصر مؤثر برضو، هداف نادي المنصورة السابق في التركيبة او التوليفة الجديدة اللي عملها حسام حسن. يبقى احمد جمعة بدل سعيد مراد، ويزود الضغط الهجومي، حاول يوجد كثافة هجومية اكتر. طريقة دفع بفرو التاني جنب رؤوف، كمان يخفف الضغط على رؤوف شوية، فين حضراتكم لما بتلعب بفرودين شكل الهجومي بيتغير، غير لما بتلعب بفرود أو راس حربة واحد. أهو أحمد جمعة، أدي الكلام اللي قلت عليه، أمامية، يحاول فيها تاني، يحاول فيها تاني ويوصل، لكن يشتت بهاء، يريح نفسه ويشتت لبره الملعب للتماس. رمي التماس للنادي المصري، سيد عبد العال استنى المسانده، يستنى حد يجي له، يلعبها على طول لورا، الضغط موجود تاني، ادي جمعه، على طول يلعب كره العرضيه، خرجت خرجت براية المساعد اللي هناك أيمن العقاد، حتى كابوريا مش هو كابوريا، مفيش حاجة وصلت لا كابوريا ولا محمد مسعد. سعيد مراد حاول واجتهد، راح في واحدة الشوط الأول وانطلق وأنقذها عواد. دور وسط الملعب أقل، إسماعيلي بالنسبة له طول ما هو متقدم كده ومقفل ومأمن خلاص، هو طول ما الوقت بيعدي ميزة بالنسبة له، إنما المصري اللي بيحاول يغير الشكل وبيحاول يوصل لمرمى عواد بقوة، مفيش حاجة خطرة الشوط الثاني، اللهم إلا الفاول اللي جت من دماغ محمد فتحي الإيد، عواد على طول، عبد الفضيل، عبد الفضيل مشي، عبد الفضيل وخد فاول قريب البنا، أهو بقول لحضراتكم دايما تمركزه والبوزيشن بتاعه الصحيح، أهو شريف تدخل، لعبوا مع بعض دول في النادي الاهلي طبعا لما كان عبد الفضيل موجود وكان احمد رؤوف في النادي الاهلي. على طول يحاول، جماهير النادي الاهلي ما تنساش لرؤوف طبعا هدف القاتل في الدقيقه 94 في ماتش الدفاع الحسني الجديدي في الجديده هناك في المغرب الشقيق، اللي دفع النادي الاهلي طبعا في البطوله اللي فاز بيها النادي الاهلي بعد كده بالهدف القاتل للزعيم الهدافين عماد متعب
في الوقت بدل الضايع في مرمى سيو سبور الإفواري. سلامات يا شريف. حاول يرجع شريف عبد الفضيل والقماش مديله الفرصة، اداله مباراة أسوان وبيديله النهاردة دي تاني مشاركة بالنسبة له. شوفها تاني الخطأ ما بين جمعة وما بين شريف عبد الفضيل، هياخد الفاول النادي المصري. تاني يلحق مسعد، لسه مسعد بتاع الخطورة العرضية، لكن برافو برافو من القلب يشيل عبد ربه. خلي بالك ان حسني عنده دور دفاعي لما بيزيد. عزب هيلعب العرضية أسامة، السلام اسلام جمال المرة دي قافلين كويس. لاعبي النادي الاسماعيلي محمد مجدي، يبدأ مجدي يا ولد ويقف، لعبها في الزحمة هنا يشيل سعد. تاني لسه يحاول يا ولد، تاكلينج هايل. سعد حسني ينقض على الكرة انقضاض. تاني ياخد مسعد، مسعد مشي مش يجيبها يا ولد. محمد فتحي، لعيبة الاسماعيلي مميزين زي ما بقول في استرجاع الكرة في عملية الضغط. تطول محمد فتحي، ولما بيرتدوا بيرتدوا، فهتلاقي حسني هنا وهتلاقي محمد فتحي هنا وهتلاقي احمد جمال هنا قدام منطقة الجزاء. جماهير القليلة بتقول العب درويش، جماهير الاسماعيلي، جماهير المصري، جماهير العاشقة لكرة القدم. الخطأ موجود، احمد جمعة يريح على طول عند سيد عبد العال، واخد دور الظهير الايمن النهارده. سيد يريح لرؤوف، لكن مخطوفه يشيل بهاء مجدي. تاني كره رايحه جايه، مفيش خطوره تلاحظوا حضراتكم في الدقايق اللي فاتت، محاوله لكن تخبط في بهاء وتطول. ياخد سيد عبد العال رمي التماس عند الدقيقه 66، الدقيقه 21 من الشوط الثاني. للي ما كانش معانا اقول له القيصر حسني عبد ربه متقدم للنادي الاسماعيلي بالجول الحلو اللي جابه بتمريره سحريه من الغاني قبل ما يصاب ويخرج مانويل بناهيني في الدقيقه 42 من الشوط الاول. تاني سعد بدا يلجا المصري، تلاحظوا حضراتكم للكرات الطويله. محمد مجدي بقوه منطلق يشيل ويطلع بره. قلت على ضروره توجيه النظر لاستاد اسكندريه، ده مش مجرد استاد، ده انت بتتكلم على اثر اكيد وشيء من تاريخ الرياضه الحقيقه، عشان كده محتاج برضو يبقى في ابهى صوره. لازم اكيد هيئه واداره الاستاد رئاسه دكتور شريف سعد بيجتهد وبيحاول يبذل مجهود كبير، لكن برضو فكرة التطوير أكيد. أهو تدخل سعد حسني القوي والخطأ موجود، هينفذوها إزاي لاعيب النادي المصري؟ فرصة جنبها كابوريا وحوار ولغة العيون بينه وبين عمرو موسى، هيسيبها الكابوريا وكابوريا يعلق هناك خطرة لكن يشيل عبد الفضيل ويبدأ النادي الإسماعيلي مجهود كبير، يلحق بامبو وبامبو يريح حلوة لو عدى فيها فكرة، لكن طولت طولت. بنى سنة 29 استاد اسكندرية طبعا. ادي في مناوشات مفيش داعي، بنا بيحذر رؤوف بيقول له مفيش داعي. وبرضه في يعني حسني رايح كلاعب كبير بياخده كده وبيقول له مفيش داعي خلاص، بمسؤوليه حقيقه من حسني عشان يفض الاشتباك، ومفيش اشتباك ان شاء الله، الامور ماشيه كويس بين الفريقين الكبار اسماعيلي والمصري او المصري والاسماعيلي. سمع عزب انطلاقه من ناحيه الشمال يسند على مسعد، ومسعد بيحاول يتحرك ياخد حريه حركه اكتر. حاولت المرور طولت يا مسعد، بقول لحضراتكم مسعد مش هو مسعد،
مش في الحالة، مش في الفورمة اللي هي المعروفة. اهو بص لما طولت طبعا اضطر يكمل. اهو هو نفسه حاسس انه مش في الفورمة، لكن مش مسعد بس، قلت لحضراتكم نادي المصري يعني قدم عروض كبيرة السنة دي، بيسجل حاجة البنا، هل في انذار ولا ايه؟ اعتقد ده انذار، بس يا ريت نرجع كده الريفرس ونشوف لمين ادى انذار لحد، هل اسلام جمال ولا ايه؟ غايب مروان محسن، نادي الاهلي حسم الصفقة مقابل 10 مليون جنيه طويلة، بعد ما قدم مروان موسم جيد، سجل 13 هدف بقميص الدراويش، مجهود كبير سعد حسني يشيل، قدم دور كبير كنس، محمد مجدي من اعلى نقطة تاني على الارض في المساحة، ادي الكلام اللي بيقول عليه لما نص ملعب الاسماعيلي بيستلم بواقع الخبرات اللي موجودة مع الشباب، الشباب دورهم اكتر في استرجاع الكرة و الخبرة زي حسني واحمد سمير بقى في كيفية التعامل بالكرة ونقل الكرة لقدام، تلعب الباصات العرضية الخطيرة اللي قدام المنطقة، محمد مجدي يضطر يشيلها، تاني ترجع يحاول اسلام، هو اللي خد الانذار مظبوط. الناحية التانية ضغط موجود، سيد عبد العال حاول يجيبها، احمد جمعة مجهود كبير لكن مش لحد، يشيل بهاء مجدي، حاول تعدي لكن برافو أسامة عزب تدخل من أعلى نقطة، مسعد يشيل إسلام، كرة حيرانة راحة جاية، محمد مجدي تاني أمامية، ضغط، محاولة، سلام يا ولد بعقل، عمرو موسى اتلعبت حلوة على الطرف، هناك أسامة هيلعب بالعرض يلعبها بشماله، حلوة، لو اتعدل، لكن كابوريا اتأخر طبعا، مش هيستناك اسلام جمال، طويلة هناك تترد، طارق خطاب امامية من اخطر الكرات، سامع عزب رايح تقول ان ده باك ليفت او وينج ليفت، لعبها بشماله باصص وشايف، لعبها حلوة الكابوريا، ابراهيم حسن اللي واقف او خالد القماش ده، حاولة المرور وادي التسديدة، اول كرة ينطلق فيها محمد مسعد من هناك، لسه خطيرة، اسلام يا ولد، اسلام جمال وياخد فاول استبسال، ادي الكابتن ابراهيم حسن قاعد مع عماد المندوه بيتكلموا هما وطارق سليمان مشاورات في غياب العميد وحسن مصطفى ووليد بدر، موجود الكابتن ابراهيم حسن مدير الكورة، كابتن طارق سليمان المدرب العام، والكابتن عماد المندوه مدرب الحراس، تدخل كان من رؤوف مع اسلام جمال اللي بيقدم مباراة كبيرة الحقيقة في دفاع النادي الاسماعيلي، وكأنه عايز مباراة الوداع تكون في أحسن صورة، بينما على الجانب الآخر مفاوضات ومشاورات القماش ومساعديه أيمن الجمل وأحمد فكر الصغير، أخوه محمد فكر الصغير طبعا، ويا برضه كان لعيب كبير مميز، ادي بامبو هدي رتم اللعب، لا بقيت تقول اسم احمد عبد الفتاح ولا محمد عواد، ده معناه ايه؟ ان الكره منحصره في وسط الملعب اكتر او بتقف عند حد الدفاع، مفيش حاجه بتوصل، حاول رؤوف يهرب، رؤوف ويستنى، استنى كابوريا، وكابوريا يريح سيد عبد العال، مزنوقة وقلت مزنوقة وهو بيباصي، بساط اللي بتبقى كده مش في الرجل، اهو حتى سيد بيقول له ممكن تلعبها لي احسن من كده، انما لعبها له مزنوقة، حاول فيها سيد عبد العال، انما اهو بصوا حضراتكم اضطر، انما الكرة خرجت بره الى خارج الملعب، ليه؟ حتى سيد عبد العال مقيد، دوره الاساسي في وسط الملعب، هو لاعب الوسط او الركيزة الاساسية، اضطروا النهاردة يلعبوه في ناحية اليمين،
محمد، عمرو موسى. الصورة سقوط لأحد اللاعبين في كرام، في شد راح له البنا، مجهود الكبير طبعا بعد موسم شاق، كان في 34 مباراة ولسه الموسم متصل. طبعا نتمنى يا رب الموسم اللي جاي يكون شكل مختلف، نلعب كل أسبوع مواعيد العادية، يبقى في جدول واضح وعملية الهدف بيعيدها تاني. ادي الراجل مرتاح خالص، وقف وثبت، ومحمد مجدي طبعا لما هو اتثبت كده وقع على الارض، وجاي حسني عبد ربه بخبره كبيره مكمل القيصر وفاضي، ويحطها على طول في المقص الشمال لمرمى احمد عبد الفتاح. لعبها عواد، أمامية، يبدأ النادي المصري تاني، حولة المرور، الضغط والتماس لصالح النادي المصري. بنا هدي رتم اللعب، هدي خالص. دقيقة 75 في تبديل أعتقد، هينزل خارج احمد جمال الشاب الصاعد، وينزل عماد حمدي، جابه من المنصوره لاعب المنتخب الاولمبي طبعا عماد حمدي، وخرج احمد جمال ادى اداء طيب يحيى عليه كولد صاعد لسه في بدايه الطريق، بيعمل عمليه تنشيط للوسط بدخول عماد حمدي القماش. تبقي ربع ساعة إضافة إلى الوقت البدل الضايع، هنشوف إيه اللي هيحصل. انتظرنا شوط تاني أفضل من سابقه، لم يأتي كذلك. محاولة مرور، عدى يشيل سعد، لكن مكمل معاه وهو رايح، مكمل وهو رايح، ومدي الخطأ البنا لصالح النادي الإسماعيلي. رغم البداية في أول ربع ساعة حاول الإسماعيلي وواصل، و المصري بيحاول لكن برضه مفيش خطوره على مرمى عواد. ثاني الاشتراك، محاوله، حاول يجيبها تاني، يجيبها بامبو، اشترك لكن رجل عاليه مظبوط محمد فتحي. ادي بقول الضغط على طول، بتلاقي الضغط باستمرار، ضغط على أسامة، خذ الفاول. أمامية، أمامية، من هناك المحاولة، من هناك المحاولة، ضغط موجود يجيبها، ترجع ورا عبد الفضيل هيشيل من مرة واحدة شريف، لعبها طويلة أمامية لقدام، يرد محمد مجدي، محاولة للنادي المصري. سعد حسني بخبرة على مهله برضه بيأدي دور جيد، يطير محمد مجدي ويشيل حلوة من هناك، يحاول يا ولد يلحق، إنما ياخد تماس النادي المصري لمسعد، ياخد تماس. تبديل اخر اعتقد للنادي المصري، اكيد احمد ياسر. ان الاوراق طلق في ظل التراجع اللي موجود، تبديل اخر. خرج محمد أسامة ونزل أحمد ياسر. أحمد ياسر لعيب بيأدي وبيتفوق بجدارة في دور الجناح، دايما اللعب برضو على الأطراف، لعيب مميز جدا. اديله الجهاز الفني للنادي المصري الجزء الأخير من المباراة في محاولة للهجوم والضغط على النادي الإسماعيلي، اللي هو بالنسبة له زي ما قلت لحضراتكم المباراة بتسير في اتجاهه طول ما هو مأمن ومقفل. القناعة البرتغالية دي ما عملها الراجل فرناندو سانتوس، قول لك طول ما انت قافل كويس نص ملعبك ودفاعك ومأمن كويس وعندك حارس مميز زي روي باتريسيو،
محاولة المرور عدى وفات، عايز فاول انما البنا قريب قال يلعب، يبقى انت مأمن نفسك وممكن تسجل في اي لحظة. ما نشوف الكرة دي، محاولة المرور، لو عدى لو عدى لو عدى عدى تاني لسه خطرة احمد ياسر، لكن تشتيت من ديفنس النادي الاسماعيلي. اسلام جمال بيتكلم يقول له في لعيب واقع توصل لكابوريا، انما خطيره اللعبه اللي فاتت دي. القناعه البرتغاليه دايما كده. طلعنا اساتذه في موضوع الدفاعات ده، طبعا قدموها المدرسه كاتانيتشو دي للعالم كله، الدفاع الاسمنتي زي ما بيقولوا عليه. برضو انك ازاي تقفل كويس قوي وتقدر توصل في اي لحظه وتسجل، انما طول ما انت قافل في افضليه. ادي الكره، ده كان في تسلل من البدايه، الرايه بقى هنا حسمت الموضوع. محمد فتحي على طول، عماد حمدي يستنى، عبد الفضيل، بهاء مجدي، ادي الكلام اللي قلت عليه لعيبه الاسماعيلي بيتقالوا على الكوره عشان ما يفقدوهاش بسرعه، عكس المصري احيان كتيره مع الاستعجال والتسرع ملعوبه حلوه. هيلحق بامبو، مجهود كبير، مسكها بامبو هو ومجدي، عايز يعدي تخبط، قال انها جايه في بامبو وهي خارجه. خلاص المساعد شايف، وده تماس دقيقه 80 دقيقه 35، ياخد اسامه. في رايي الشخصي من ابرز لاعبي النادي المصري النهارده قائد اسامه عزب باستمرار، ده طبعا مش النهارده بس، انما طول الموسم عامل موسم هايل. ادي اللعبه تاني، ادي اللعبه تاني، خبطت في رجل مجدي، وادى التماس، ماشي ماشي. لعاب المؤثره يا ريت ما نقفش عندها، يقف اللعيب بقى يعترض وبتاع، حتى يا سيدي حتى لو ليك. دايما اقول للالعاب اللي مش مؤثره دي يعني ما نقفش عندها كتير. عواد بيشتكي، طلب له جهاز طبي، دكتور مجدي الباز وجويلسون البرازيلي، محمد مجدي حارس شاب ايضا حراس النادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم بدا يركز مع الشباب اللي بيعمله خالد القماش صح. ليه؟ نهايه موسم وفي الكاس وعنده غيابات، فبدا يجيب الولاد الشباب. احمد جمال لعب واداله فرصه، بيقولوا امير شعيب لعيب كويس، وبيقولوا مهند مصطفى لاشين لعيب كويس جدا برضو، فيبتدي يديهم احساس المباراه، جو المباراه. لان لما تقول لي مباراه الناشئين تختلف، وادي صبحي دور الدعم والمؤازده، صبحي عمل لقطه في منتهى الجمال الحقيقه، راح استقبل جون اوتاكا في المطار رغم انه لسه على العكاز، اهو جاي هو واوتاكا وفارد رجله طبعا لانه كان عامل الرباط الصليبي، وقلنا سلامات. ودي مسؤوليه اللعيب الكبير، دايما اقول اللعيب الكبير والنجم الكبير يا ساده عنده مسؤوليه تلخص في دور القياده، دور الدعم النفسي والمعنوي، حتى يا سيدي لو من بره الملعب. ايه اللي كان بيعمله كريستيانو رونالدو ده في مباراه البرتغال، واقف على الخط جنب، هو غلط طبعا انه يقف في المنطقه الفنيه اكيد، لكن بقول لحضراتكم على القيمه اللي الولد بيعملها، والدفع والدعم النفسي والمعنوي الكبير للعيبه، ما يبقى قيمه كبيره عالميه زي كده طبعا، وهو اللي واقف برضه يحمس زمايله اكيد شيء مختلف. النجوميه مسؤوليه، ياخد الضربه الركنيه النادي المصري مع محاولات اسامه عزب، الضربه الركنيه وعواد بيوجه، كان عمل موسم هايل عواد مع النادي المصري الموسم اللي فات. لعوبة الكرة العرضية خطيرة، يا رايح والله، رايح والله شكله كده في اللعبة طارق خطاب، انما هنا مأمن سلام سيد عبد العال بخبرة يريح لأحمد عبد الفتاح. قلناش اسمه الشوط الثاني ولا قلنا اسم عواد. طويلة، محاولة، مرور، عدى، وسقوط أحمد ياسر، بيقول العب البنا تاني، ترجع عمرو موسى، خطاب، كابوريا بكل الاساليب، وياخد فاول يديه البنا، يبدا النادي المصري
ما عادش عنده المصري غير انه يضغط بكل تأكيد. حاولة المرور احمد ياسر، احمد ياسر العرضية فايتة، اسلام يقع، استلم تاني رؤوف جنبه جمعة، تتخطف، احتفظوا بالكرة اكتر من لازم، ادي انطلاقة بامبو، سلام يا مجدي، اسامة يحاول بيقول له قوم، قال ما فيهاش فاول، حاول تاني يجيبها ويدي فاول قدام البنا المرة دي، سعد كان عايز فاول، يدي انذار للاعب النادي المصري لمين هنشوف، للي راجع احمد ياسر، لاحمد ياسر الانذار. اهي فيها اشتراك، فيها اشتراك، ممكن البنا ما شافش، حسب فاول على اللي بعدها مش على دي، وده الخطا لصالح النادي الاسماعيلي. ادي المرور، ادي المرور، فات ياسر، هنشوفها تاني من زاويه، شوفها تاني من زاويه، فات ياسر، لكن يعني من الزاويه الاخيره دي فيه تلاحم حصل، حكم مشاها، قال العب كابوريا، تلعب على طول، تعدي تعدي، فاتت فاتت، قلت لك الاسماعيلي هو طول الشوط الثاني، دي القناعه اللي عند القماش، انا طول ما انا قافل كويس ومركز وبيلعب على مفاتيح النادي المصري مفيش خطوره كبيره بالمعنى على مرمى عواد، مفيش حاجه وصلت، يعني الكره الوحيده الخطيره هي الفاول اللي عملها سعيد مراد وضربت في دماغ محمد فتحي وراحت لعواد سهله، انما على مستوى البناء الهجومي او العمل الجماعي بالنسبه للي شفناه من النادي المصري هذا الموسم فمش ده، زي ما قلت في تاثير، في تاثير واضح، يشيل محمد مجدي، لعبها طويله اماميه، ارتباط اللعيبه يا جماعه بحسام حسن، ارتباط اللعيبه بالنجم، ارتباط كبير مش طبيعي، ادي محاوله المرور، سمير فرج، وادي العرضيه، اوه الليله ليلتك يا حسني، الليله ليلتك يا عم حسني عبد ربه، هدف قاتل مش ممكن، رجل الاوقات الاخيره حسني عبد ربه القيصر، يجي له احمد سمير فرج المره دي ويسجل هدف لاطمئنان، المره دي بدماغه، حسني عبد ربه، هو حسني عبد ربه، مش ممكن، حسني عبد ربه واللي عمله، يسجل هدف قاتل، يقوم معاها طبعا مناصرين النادي الاسماعيلي، مناصرين الدراويش في استاد الاسكندريه، وقلت لحضراتكم هدف الحسم، كنت لسه من ثواني بقول نادي الاسماعيلي مركز الشوط الثاني، ما بيندفعش في هجوم، شوف احمد سمير فرج، شوف احمد سمير فرج، شوف الخبره وشوف الرؤيه، باصص مع موقف هجومي في منتهى القوه وفي منتهى الجمال للدرويش، ادي هنا كنس وادي حسني ووراه كريم بامبو، يحطها حسني حلوه في المرمى، دقيقه 87 القيصر يسجل الهدف الثاني للدرويش، واعتقد انه هدف التامين وهدف حجز اولى بطاقات الدور النصف النهائي للنادي الاسماعيلي اللي هينتظر موقعة الخميس القادم ما بين، يا والله زمان ما سمعناش من زمان، اوتاكا النداء الشهير طبعا بيحيوا اوتاكا الموجود في مقصورة استاد الاسكندرية، قلت لحضراتكم اول افريقي يحقق لقب هداف الدوري 99-2 فاز بالكاس مع الدراويش وسجل 19 هدف النجم النيجيري، تحول للسد القطري ومنه نادي لانس، تادرين، بورتسموس، مونبلييه، فاز بالدوري في فرنسا على فكره مع مونبلييه وبالاف اي كاب مع بورتسموس في 2008 قبل ما استقر في سيفاس سبور. اعتمد على ايه؟ اعتمد على تجهيزه وانه يكون عايز يرجع، مش هتلاقي طبعا نفس القيمة في الجري وفي الأداء البدني، إنما تستفيد منه، تستفيد منه، ده هداف بارع، ده هداف بارع، ممكن
تبني عليه ويشتغل عليه كويس قوي النادي الاسماعيلي اكيد. محمد مجدي طويله وحشه انما برضو عبرت عن المساحات اللي موجوده فيه دفاعات النادي المصري. مش احمد سمير فرج براحته واتلعبت الكره العرضيه وحسني برضو جاي فاضي بيحييه. ده اسمه التبديل التكريمي طبعا من القماش لاحمد سمير فرج اللي صنع الهدف الثاني واتحرك. سبحان الله الزياره الاولى للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني لمرمى احمد عبد الفتاح هي الهدف. قلت لحضراتكم مفيش لا خطوره هنا ولا هنا غير ان احمد سمير فرج لقط الكره واتحرك في المساحه اهو. شوف زي ما بيعيد الراجل تاني وبص طبعا رافع عينه وشايف موقف هجومي وموقف دفاعي طبعا بالنسبه للنادي المصري سيء لان القماش فرحان. قلت لحضراتكم كده بيقترب من حجز اولى بطاقات الدور نصف النهائي. ياخد رمي التماس. مصري لم يكن هو المصري اللي أدى طول الموسم حقيقة. تأثرين بموضوع العميد أكيد في تأثير. تقدرش تقول مفيش. ارتباط اللعيبة كمان هو حسام حسن من النوعية اللي معروف عنه حتى في كل محطاته التدريبية قريب جدا من اللعيبة. فهنا التأثير بيكون قوي أقوى. خمس دقايق أحمد الغندور بيرفع بإشارة البن. ادي العرضيه وادي عبد ربه بدماغه بيجيبها بيمينه بيحطها بشماله ما عندوش اي مشكله. لعيب كبير طبعا قيمه حسني تظهر في ماتشات زي كده. راجع هنا يعمل دوره الدفاع ويبدا. قلنا كتير توظيف حسني ازاي دلوقتي تقدر تستفيد من حسني. هو ده تاخد القماش لما عمل له الحمايه وحرره شفناه. ادي فرصه فرصه الضغط. اسلام جمال يلعب مباراه كبيره. اسلام جمال الحقيقه يضغط على احمد جمعه ويحولها لضربه ركنيه بعد دقيقه من الوقت البدل الضايع. فكره تحرير حسني بوجود فتحي ووجود احمد جمال. محمد مجدي يلعب العرضيه حلوه تفوت من هناك ويبدا كنس يلعبها محمد فتحي. محمد فتحي يلعبها احلى من هناك. مفيش تسلل. بامبو فرصة هدف. فرصة هدف يا بامبو هيلم ولا ايه؟ اوه واحدة والتانية اوه ارض لك يا بامبو. عملها حلوة حلوة حلوة. دي كاميرتنا طبعا الخاصة في ملعب المباراة كابتن ابراهيم حسن. واتمنى موضوع الكابتن حسام ان شاء الله بكرة يحل ينتهي على خير بعودته هو حسن مصطفى ووليد بدر. على طول محاولة المرور. ادي فات احمد ياسر. فات احمد ياسر انما تكملش تكملش. حتى المحاولات تقول عليها ايه؟ محاولات فردية يعني اجتهاد شخصي مرة من كابوريا مرة من احمد ياسر. اسامة عزب في انطلاقة كده راح ناحية الشمال ماسك دماغه سلامات من الكرة المشتركة اللي فاتت. اصطدام بالرأس هو واسلام. ادي كرة بامبو. دي كرة بامبو لم كويس قوي عبر لك على المساحات والفراغ الموجود في دفاع النادي المصري. راجل مرتاح خالص وشاط على الثابتة على الزاوية العكسية لكن فاتت يا دوبك بجوار القايم اليمين لمرمى. في كلام كتير هيبقى في الاستوديو التحليلي على المواقف وعلى الأداء النهاردة لأن الأداء لم يكن هو الأداء. إسماعيلي أقدر أقول عرف هو عايز إيه من المباراة. عارف ومذاكر خالد القماش لعب على كده ولعب على اخطاء النادي المصري ولعب على فكره انه ما يندفعش في هجوم غير محسوب انما ينتظر هو المصري. ولما جت الفرصه في كوره حسني عبد ربه في الهدف الاول والهدف الثاني من الهجمه المرتده طولت من بامبو انما لمسات بامبو تقول انه عايز يرجع. لمسه المهاره موجوده. الموهبة أكيد عند الولد مفيش كلام لأنه شفناه قبل كده مع النادي الأهلي. صحيح غاب لفترة طويلة دي تحتاج إنه يبتدي ياخد يبتدي يرجع يبقى رجله في الملعب زي ما بنقول. وصدقوني الملعب بس هو اللي يرجع اللعيب أكيد.
ده بيبقى المدرب عايز كده، بيبقى عايز يرجع اللعيب بتاعه تاني. يبدا كابوريا، حتى كابوريا مستخبي ما شفناهوش، مفيش حاجه خالص. تاني مسعد، ليه عمرو سما عزب لجوه، جوه عواد، يمسك عواد، يمسك عواد. وادي كاميرتنا الخاصه، بعض الجماهير المصاحبه للنادي الاسماعيلي، المرافقه كابتن ابراهيم حسن القماش. سبحان الله، دور ال 32 ركلات ترجيح ودور ال 16 ركلات ترجيح، وادي كرة كانت برؤيه كبيره من كينيس لكن تيجي بجوار المقص اليمين. بنا ما كانش عنده مشكله، ادي اللعيب اللي عنده الرؤيه لما شاف احمد عبد الفتاح متقدم حب يلعبها، لكن هيجي له نيجيري اخر، لكن مش اي نيجيري طبعا، لعيب كبير زي جون اوتاكا. احمد رؤوف هربان على الطرف، ادي حتى احمد رؤوف بيهرب تاني، يحاول يلحق ولا ايه، لحق. ادي احمد سمير فرج في عمليه الهدف الثاني، وادي الرؤيه والموقف الهجومي. كينيس على القايم القريب، وراه حسني وفي ظهره كمان بامبو، من دون اي رقابه، من دون اي ضغط من لاعبي النادي المصري. تاني تتلعب العرضيه، محاولات من هناك شايل، ومعها صافره النهايه. مبروك تاهل الدراويش بهدفي القيصر حسني عبد ربه في الدقيقه 42 من الشوط الاول، و87 في نهايه المباراه. ده الهدف الاول، وبعده الهدف الثاني بدماغه مباشره للدور نصف النهائي. اول تذكره منتظرين الفائز من لقاء الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس القادم، وهارد لك للنادي المصري، يودع مسابقه كاس مصر. شكرا لطيب المتابعه، هذه تحياتي. بعد فاصل نعود الى ثعلب الصغير نجم حازم امام، وفي ضيافته نجوم مصر الكباتن اشرف قاسم، حسام غويبه، مدحت عبد الهادي، ابو طالب العزوي. الى اللقاء.